السلام عليكم، شلونكم؟ عيني ان شاء الله بخير. اليوم جبت لكم طبخة سهلة وبسيطة وايضا صحية، يعني ما بها زيوت ولا شيء. عندي صدر مال دجاج، فتحتهم من الوسط بهاي الطريقة، يعني كأنه سندويتش، يعني يصيرون صدر مال دجاج. انا يعني سويتهم، فانتو الكمية انتو تتحكمون بها. بالنسبة لي صدر مال دجاج كلش كافي، مع بعض الشغلات يعني عندي موجودة بالبيت أساسا من قبل بيوم، أضيفها معها الأكلة. والتوابل بالنسبة لها اللي راح أحطهم هي ملح و شو اسمه ثوم باودر، روزماري، كاري، فلفل أسود، زنجبيل مطحون. وعندي هاي البهارات الثانية هي التشيكن تندوري، بهارات حارة يعني، وأيضا أضيف لها لون أحمر وزيت الزيتون وقليل من الخل. أتبلها وأتركها فت ساعة متبلة، ساعة ساعة ونص، وكيفكم أنتم تتحكمون بالوقت. أو مثلا يقدر واحد يتبلها مثلا من الصبح لحد الظهر، يعني الهدف من عنده أنه الخل يصير بيها، حتى يعني يصير اللحم طري، سواء للدجاج أو اللحم العادي. يعني واحد يصير مثلا هسه أنا راح أخلي هذا الخل وهاي البهارات وهاي البهارات اللي هي لونها احمر يصير مارون، يعني من يصير شوية الدجاج يصير بلون وبشوية حرارة، يعني هي سبايسي اساسا يعني. وزيت الزيتون هاي اتبلهم واتركهم فد ساعة ساعتين، واجي اني يعني اشتغلها براحتي. هاي بس احط يعني اتبلهم واتركهم، وبعدين لحد ما احضر الخضرة اللي اني راح احشيهم بيها، احشيها بجبن وخضرة. هاي رأسا تحول اللون الى شوية غامق على حمار، يعني هاي راح اتركها فساعتين، ساعة ساعتين، واجي اشتغل بيها. وبهذا الأثناء أني أحضر الخضرة اللي أريد أحشيها بيها. هاي بطاطا قطعتها مكعبات حتى أضيفها أحشي بيها الدجاج. وهذا بصل وثوم، بصل وفلفل أخضر، إذا عدتم فلفل ألوان هم ما في مشكلة تقدرون تضيفوها. وهاي بعد التتبيلة خليتها تركتها ساعتين، وراح أسويها بهاي العود حتى ما من احطها بالبقلات ما تطلع الحشوه اللي برا. وايضا بالاضافه الى جبن الموزاريلا، الزيت شويه ملعقتين، راح اشوح البصل، اشوح البصل والفلفل، وبعدين اضيف عليهم البطاطا المقليه. اترككم شويه يشوحون، شوحت البصل والفلفل، اضيف البطاطا اليه حتى احشيها الموزاريلا. انا وخرتها من النار، اضيف جبنة الموزاريلا الها. هسه اشوفكم شلون احشيها. اكو ناس تحط جبن بعد اضافي، كيري او مثلثات او فلدافية، بس انا ما احب الكيري يصير الجبن بيها. طبعا ما احط لها توابل لان هو اساسا متبله، يعني اشيلها. اشوف المنظر مالتها حتى صار لونها على برتقالي. وهاي الصورة صارت. هسا احاول اغلقها، هذين العودان مالت الكباب او مال التكة، يعني احنا هنا نسميها كباب. انا قطعتهم فراح اخذ من عندهم وحدة شو كأنه اخيطها حتى ما توقع الحشوة. حتى من احطها بالمقلاة ما تفرط الحشوة اللي برا. اشوفوه
حتى ما تفرط الحشوة حط لها العود، وإذا أكو عود مع الأسنان الخشبية هم تصير. هسه حشيت اثنين، وهاي هاي الثالثة، هم أربعة. كأنه سندويش تصير. خلي هاي العودة طويلة، خلي أقص من عندها. هاي خليت قليل من الزيت بالمقلاة حتى أخليهم. أظل أقلبهم مرة ثانية وانت شوفوا شو بصير. وفي شوية أقلبهم وشو بصير. المرحلة راح أحطهم شوية دقائق بالفرن وأطلعهم وأشوف لكم يعني شو بصير. هاي بعد ما طلعتهم من الفرن هسه خلي احطهم بصحن التقديم واشوف لكم اياهم شلون يصير المنظر مالتهم واقصهم. طبعا هاي عندي يعني تمن ومرقة فاصوليا من البارحة اللي سويتهم، وشوفوا المنظر. وريح واحدة من القطع، يعني قطعتها شوفوها، واحدة من الصدر، قطع صدر شوفوها شلون منظرها. والطعم ما شاء الله تحفة. أتمنى تجربوها وتعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس حتى أي فيديو أنزله يوصلكم أوريدي. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.